اليوم استضافت محافظة المثنى هذه البطولة التنشيطية من أجل تطوير الشباب وزجهم إن شاء الله في المستقبل في البطولات الدولية ورفع العلم العراقي. وقيمت البطولة بمشاركة قرابة 120 لاعب ولاعبة لكلا الجنسين ولكافة الفئات العمرية. كذلك استضافنا اليوم أعضاء الاتحاد المركزي ضيوف أعزاء في محافظة المثنى وحضور الحكام من أجل المشاركة في تحكيم هذه البطولة من محافظات ذي قار وبابل والديوانية. حقيقة الكاراتيه تأسست في 2006 في محافظة المثنى على يدي أنا المؤسس الأول لها، والحمد لله والشكر اليوم لدينا مئات الحمل الحزام الأسود والأبطال على مستوى العراق ومستويات دولية. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا القدرة على خدمة هذه الشريحة وتطويرها بشكل أفضل لخدمة البلد الحبيب. Thank you.